آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصت لهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض نسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لصان صدق في الآخرين، فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردأ ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأكمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيدا من خلقته وصفة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته،
وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوع صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه وقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعليا مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت انا نبيه فعلي اميره وقال انا وعلي من شجره واحده وسائر الناس من شجره شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمه فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيض وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال
ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحيم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبي يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل لا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فضبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكذين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشكى الآخرين يتبه أشكى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحيم وإقصاء ولدي إلا القليل من وفاء لرعاية الحق فيه فقتل من قتل وصبي من صبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالحهم بعد صالح وصادقهم بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأكمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين عالم الدين وقواعد العيل أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل إحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيت أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق
أين طامس آثار الزيغ واللهوى؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيت العتاة والمردى؟ أين مستعصي أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل العداء؟ أين معز الأولياء ومذل العداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر رأية الهدى؟ أين مؤلف الشمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وابناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين الصدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لقى الوقاء والحمى. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن الشرور المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن العالم اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب ندى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن التور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي العلا. ليت شعري أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تقلك أوثرى برضوى أو غيرها؟ أمضي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا،
بنفسي أنت من نازحين ما نزح عنه، بنفسي أنت أمنية شائقين يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحن، بنفسي أنت من أقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أذيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويحذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبقى، هل من جزوع فأساعده جزه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتفع من عذب مائك فقاد فطال الصدى، متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك، متى ترانا ونراك، وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا، وذقت عاداك هوانا وإيقابا، وأبرت العتاة وجحد الحق، وكتعت ضابر المتكبرين، واجتسست أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك استدعي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، عبيدك المبتلى وره سيده يا شديد القوى، وازل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى، اللهم ونحن عبيدك التائقون، إلى وليك المذكر بك، وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا، وكمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا ربي إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، واتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلي أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلى من اصطفيته من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها، اللهم واقم به الحق
وادحذ به الباطل، واذل به أولياءك، واذلل به عداك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تعدي إلى مرافقة سلفي، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ذلهم، وعنا على تعدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا بالرضا، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخير ما نناله به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل رزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضية، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تسرف عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويا هنيئا سائغا، لاظم عباده يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا بأحسن الحال، حول حالنا بأحسن الحال. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مومنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جو بھی نیک حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو برلا، جو بھی مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرما، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.